السلام عليكم. الأشاعرة يقولون أن أحاديث الصفات وآيات الصفات من المتشابهات، وفي نفس الوقت يؤولون، وهم يعلمون أن من أول أو تأول آيات المتشابهات أو الأحاديث المتشابهات فهو من أهل الزيغ والضلال ويبتغي الفتنة، وهذا بنص القرآن كما قال تعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وثانيا، هل النبي لما وصف ربه بصفات في الأحاديث وتقولون أنها من المتشابهات، هل جهل النبي معنى هذه الصفات؟ لأنكم تقولون لا يعلم تأويلها إلا الله. فهل النبي عليه الصلاة والسلام علم تأويلها لما وصف ربه، أم وصفه بكلام هو صلى الله عليه وآله وسلم لا يفهمه؟ والله هذا يعني لا أدري، هذا يعني هل أصنفه من باب الطعن في النبي أو من باب اتهام النبي بكلمة لا أريد أن أقولها، يعني حتى تنزلا أو مجازا وحاشاه للنبي. وهل الله لم يجد من يعني من الكلام ومن الأوصاف إلا ما ظاهره التشبيه، إلا ما ظاهره يعني الكفر حتى يصف بنفسه؟ والله هذا هو قمة الكفر، أن تقول أن آيات الصفات من المتشابهات، فالمتشابه يعني لا يجوز تأويله ولا يجوز يعني إثباته على ظاهره، لأنه يعني من المتشابهات التي لا يعلم تأويله إلا الله. فهل سبحان الله عجز الله عن وصف نفسه إلا بآيات متشابهات التي يعني ظاهرها الكفر والتشبيه والتجسيم؟ والله لا أدري، يعني هل خلت جماجمكم من الألباب أم ماذا؟ الله المستعان.